عائلتي أعدمت من قبل النظام الإيراني إلى جانب 120 ألف إيرانيا من الأطفال الذين تم إعدامهم. في أحد الأيام في أيلول من عام 1081 اقتحم الحرس الثوري منزلنا واعتقل أبي وأمي. أخي ذو 7 سنوات كان يقول أنه استيقظ وكان الحرس من حوله بأسلحتهم الكاملة. أخذ الحراس أمي إلى داخل السيارة ولم أرها منذ تلك اللحظة. بعد عدة أيام أخي الآخر ذو 16 عاما اعتقل أيضا. وفي 30 سبتمبر كتبت الجريدة أسماء 53 شخصا من داعمي المجاهدين من ضمنهم أمي وأبي وأخوتي. هذا جزء من الصحيفة التي نشرت الأسماء الذين قالوا عنهم خونة والذين تم إعدامهم وهم أعضاء أسرتي. كنت مصدومة، ما كانت جريمتهم؟ دعم المجاهدين، توزيع الجرائد والمنشورات وتقديم التبرعات، أو معالجة المرضى، لأن أبي كان أستاذا. فهمت شيئا واحدا، الأمر صعبا، الأمر صعب ثمن غال ثمن الحرية. لكني أذكر كلمات والدي حين أحرق الحرس الثوري سيارته في العام السابق، حين يقرر أحدهم أن يقاتل من أجل حرية شعبه وحرية بلده عليه أن يخسر كل شيء. أحرقوا سيارته، وفي اليوم الثاني صادروا منزلنا وحجزوا عليه. وقال لي في أحد الأيام: علينا أن نبذل حيواتنا. وبعد 6 أشهر أخي ذو 27 عاما استشهد تحت التعذيب، ولاحقا أختي ذات 24 عاما ومع زوجها تم إعدامهم في السجن. الحرس الثوري سألوهم تكرارا بأن يذهبوا إلى التلفاز وأن يكرروا أكاذيب النظام الإيراني ضد المجاهدين، لكنهم رفضوا ذلك وقالوا إن ثمن حرية الشعب الإيراني وتيتيم أولادي بإمكانكم قتلنا وإعدامنا، لكننا لن نصدع لكم. ضحوا بحيواتهم وعائلاتهم من أجل تحقيق حرية الشعب الإيراني. بعد إعدام أسرتي كنت بعمر 19 حينما اعتقلت، ومضيت عاما في الاعتقال الفردي، وشهدت الإعدامات والتعذيب الكثيرين. وبمعجزة بمساعدة عمي تمكنت من الهرب وذهبت إلى مخيم أشرف. أخي الأصغر بمساعدة أصدقائه تمكن من مغادرة البلاد والذهاب إلى أمريكا لدراسة الطب. بعد فصل واحد غادر المدرسة وانضم إلى المجاهدين في مخيم أشرف. حين رأيته المرة الأولى في أشرف قال لي: أردت أن أدرس الطب. رأيت أن الشعب الإيراني يحتاج إلى الحرية قبل أن يحتاج إلى طبيب، لهذا انضممت إلى المجاهدين كي نتمكن من الدفاع عن حرية شعبي من براثن نظام ملالي. إن تحرير إيران يمكن تحقيقه اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا أشك أبدا بأنه سيحدث وبأنها ستتحققه.
من واجب الشعب الإيراني أن يغير النظام الحالي وتحقيق الديمقراطية. ولكن الشعب الإيراني أيضا يتوقع من المجتمع عبر تبني خطوات وسياسات حازمة تجاه هذا النظام، عوضا عن المفاوضات مع قتلة الشعب الإيراني. شكرا جزيلا لكم.